معكم عزوز منقي. طبعا انا حبايب راح اتكلم عن النادي. يا حبايب سواء كان النادي سواء كان خروجات اي ايا كان، قلت اكثر من مره ان الصبح احلى وقت في الخروجات، واحلى وقت في انك تتمرن، واحلى يوم انك تعمل فيه كل حاجه. النادي حلو بالنهار، اي حاجه تكون حلوه الصبح. ليه؟ الصبح هادي والدنيا حلوه ريلاكس. اللي ما يصدق كلامي يشوف. يعني الانسان يختار وقت حلو يطلع فيه زي الصبح بالنهار، ما يروح يطلع للزحمة يتعرض للزحمة. يعني تطلع في وقت حلو وهادي وريلاكس، وتعيش حياتك مع قهوة قبل ما تتمرن، تتبع التعليمات طبعا، تلبس كمامة. يعني الوقت الصبح حلو كل حاجة بصراحة، يوم هادي يوم حلو أحسن ما تروح في الزحمة. وشكراً.